تناولت الصحف الصادرة اليوم أهم مجريات الساحة السياسية في الوطن بعد يومين من فوز عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية. تحدي الرئيس هو العنوان المتصدر لجريدة الإكسبريسيون في إشارة إلى مواجهة عبد المجيد تبون لتحديات اقتصادية كبيرة وعن العمل الذي ينتظر منه القيام به بخصوص تطوير مناخ الاستثمار. سلطت جريدة المساء الضوء على أولوية الرئيس المنتخب في الحوار الجاد مع الحراك لوضع حد للانسداد السياسي الذي يسود البلاد، واختارت عنوان تكريس الالتزامات دون إقصاء أو انتقام. جريدة أخبار اليوم اختارت عنوان من يمثل الحراك في الحوار مع السلطة، لتفصل بأن رئيس المنتخب عبد المجيد تبون أبدى استعداده التام لإجراء هذا الحوار. بوادر التغيير المعلن، هكذا عنونت جريدة أوريزون صفحتها الأولى، مشيرة إلى التغييرات الطارئة على الساحة السياسية بعد أول خطاب للرئيس الجديد عبر الإعلام، والذي أكد فيه على تشجيع الشباب لاقتحام الساحة السياسية. هزات ارتدادية في بيوت المنهزمين هو العنوان الذي افتتحت به جريدة الشروق اليومي، وذلك بعد طلب عبد القادر بن جرينا انسحابه من رئاسة حركة البناء وانسحاب بن فليس نهائياً من السياسة، كما جاء على لسان السلطة المستقلة للانتخابات تأدية عبد المجيد تبون لليمين الدستورية قبل نهاية الأسبوع الجاري. يومية الشعب اختارت عنوان انتخاب رئيس مؤشر على انتقال الجزائر إلى عهد جديد من الديمقراطية والبناء، وهو التصريح الذي جاء به حسان ربحي وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة، حيث اعتبر العملية الانتخابية مكسباً ثميناً للجزائريين ومؤشراً على حقيقة الانتقال الديمقراطي.